رأينا ما يقوم بهم على سبيل المثال الحوثيون في البحر الأحمر من منع للسفن الإسرائيلية من الوصول إلى الأراضي المحتلة، ثم ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية من تحالف ضد هذا العمل. كيف تنظرون إلى هذا المشهد دكتور؟ Fight against the Houthis. You have the strongest power in the world. نرى أن أقوى دولة في العالم كونت حلفا لمحاربة أفقر واحدة من أفقر دول العالم. لماذا؟ حتى يتمكن الإسرائيليون من قتل الفلسطينيين وارتكاب المذابح. أليس هذا نفاقا؟ ما هو الحل؟ الحل هو إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، وبعد ذلك كل شيء سوف يتوقف. أنا لا من ناحية المبدأ لا أوافق على الهجوم على المدنيين، ولكن يجب أن نعرف أن المسألة لم تبدأ أو المشكلة لم تبدأ مع الحوثيين، بدأت من إسرائيل. بدلا من أن ننفق أموال طائلة على الهجوم على الحوثيين، يجب أن نرسل هذه الأموال إلى غزة.